اهلا بيكم في قناة قعدة سيما، وفي حلقة النهاردة هقول لكم عن افضل فيلم شفته في الفترة الاخيرة دي، وهرشحه لكم ان انتوا كمان تشوفوا الفيلم ده. فيلم كويس جدا، خليكم معانا بعد الانترو. من الافلام اللي شفتها في الفترة الاخيرة وعجبتني جدا هو فيلم خرج ولم يعد. فيلم خرج ولم يعد هو من بطولة يحيى الفخراني وتوفيق الدقن وفريد شوقي وليلى علوي، والفيلم ده احداثه بتدور عن موظف عايش في مدينة، ولكن الموظف ده اتخنق من جو المدينة وقرر ان هو يروح البلد بتاعته عشان يبيع الارض عشان يرجع يتجوز، عشان هو عايش في بيت مكسر ومدغدغ وقايل للسقوط. ولكن لما بيروح الارياف بيكتشف ان هو حبها جدا. الحقيقة الفيلم جامد جدا وعجبني جدا، وعجبتني قصته، والفيلم ده من اخراج المخرج محمد خان. كادرات الفيلم كانت كادرات رائعة جدا، الاستاذ فريد شوقي والاستاذ توفيق الدقن والاستاذ يحيى الفخراني قاموا بادوار جامدة جدا. كلنا طبعا بنمر بظروف ان انت مضغوط جدا في الشغل، مضغوط في حياتك اليومية، ولكن بتنتظر اي مخرج عشان تخرج من الضغوطات دي. ولكن بطلنا في الفيلم ده لقى المخرج، والمخرج هو ان هو سافر القرية اللي في الارياف زي ما قلنا. طبعا اول ما نزل القرية في الارياف كان مشمئز جدا من الناس، وكان مشمئز جدا من الجاموس والبقر اللي بيعدي قصاده، كل حاجة كانت سيئة بالنسبة له اول ما وصل القرية دي. ولكن بعد ما قعد اسبوع فيها حب جدا الجو هناك، جو بعيد عن الحياة بتاعت المدينة السريعة والمقرفة، وبعيد عن ضغط الشغل، وبعيد عن خطيبته حتى اللي كانت مطلعة عينه خلال احداث الفيلم ده. الفيلم كويس جدا، برشحه لكم انكم تشوفوه وقولوا لنا رأيكم في الكومنتات تحت. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة، وسلام.